هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فلتر النهارده هعمل لكم فلتر المشاهير. الفلتر ده نزلته في ستوري انستجرام ولقيت ناس كتير قوي بتطلبه مني. هوريكم امثله دلوقتي. دي الصوره قبل، دي الصوره بعد. طبعا الالوان يعني جامده جدا. الصوره دي برضو تمام، الصوره دي بعد، ودي كده قبل. طبعا هنا الاضاءه بقت احلى، وبقت احلى من الاول بكتير. الصوره دي برضو قبل، هنا بعد، غيرنا في الالوان. الصوره دي بقى هي اللي جننت كل الناس، فلقيت كل الناس بيسالوني. وعشان اكمل الحاجات اللي جات لي على الصوره دي، قررت ان انا انزلها لكم على اليوتيوب. الصوره دي كانت كده وبقت كده، طبعا اختلاف فظيع، والصوره عجبت ناس كتير قوي. فما تنسوش تعملوا لي لايك سبسكرايب لو لسه اول مره تشوفوني، وعايزين نوصل الفيديو ده لعدد كبير قوي من اللايكات. مش هحدد لكم انا عايزه كام، يعني كام لايك، وهسيبها عليكم. ويلا نبدأ في الشرح على طول. اول حاجة انا هعلمكم اللي هو نفس الفلتر ده يا جماعة، هو نفسه ده، هو نفسه ده، بس الفكرة كلها بس ان انا بلعب في شوية الوان لمجرد ان انا اضبط اضاءة الصورة. يعني هما كلهم بيبقوا نفس الـ الحاجات اللي انا بعملها، نفس الخطوات بالظبط، بس الفكرة ان انا اوقات مثلا بزود الاحمر شوية، بزود الازرق شوية، هي دي الفكرة كلها، بقلل الكونتراست. هوريكم في الخطوات دلوقتي كل حاجة. هنعمل النهاردة الشرح على الصورة دي زي ما قلت لكم قبل كده، او زي ما عودتكم ان انا بعمل لكم الحاجات جاهزة، ويدوب انتوا بس بتاخدوها سكرين شوت وتبدأوا ان انتوا تنفذوها. اول حاجة بنخش في لايت، تمام. بتبدأوا تخلوا الاكسبوجر 1 و22%، بعد كده الكونتراست سالب 34، وبعد كده الهايلايت هيبقى سالب 56، والشادوز هيبقى 100، 97 عادي، 100 عادي، تمام. بعد كده الوايت سالب 95، والبلاك سالب 85. ممكن تاخدوها سكرين شوت، تمام، وتنفذوها، او ممكن تنفذوها معايا يعني وانتوا فاتحين الفيديو، افتحوا البرنامج واعملوا معايا خطوة بخطوة. نخش في كيرف هنا. بصوا زي ما شايفين خطوات الكيرف هنا سهلة جدا جدا، يعني ما فيهاش خالص خطوات في النص ولا اي حاجة. الكيرف بيبقى هنا، احنا بس بننزله كده، حتى لو سيبناه في النص، لو سيبناه فوق برضو حلو اهو. بصوا مش هيفرق كتير زي ما شايفين، على حسب اضاءة السماء واضاءة الوش، تمام. الكيرف برضو من هنا بيبقى محطوط هنا، بتنزلوه لتحت، نفس الفكرة من تحت برضو، هنا بتسيبوه زي ما هو، بتيجوا عند الكيرف ده بتبدأوا تنزلوه تحت شوية. هي دي الطريقة، كيرف بسيط جدا. هندوس كلمة دن. هنخش بقى في علامة التمبريتشر من تحت، تمام. بنخلي التمب 6، التنت 2، الفايبرنس هتبقى 82، والساتوريشن سالب 42 اهي. خدوها سكرين شوت، اتأكدوا ان هنا معمولة على كاستم، تمام. هندخل هنا بقى في ميكس. هي دي خطوة الالوان اللي انا بقول لكم عليها. دي بقى على حسب الصورة بتاعتكم. انا مثلا الصورة دي عاملة الاحمر فيها الهيو سالب 12. بصوا لو غمقته هيفرق بس في درجة الروج، ركزوا. بصوا هنا مثلا الروج جاي اورنج، هنا الروج جاي احمر نبيتي، الدرجة على حسب ما انتوا حابينها، دي حاجة ترجع لكم. وهنا الليوميننس برضو شايفين بيغير ازاي، على حسب برضو الدرجة اللي انتوا حابينها، تمام. هي دي الخطوات اللي انا عاملاها. نخش في لون الاورنج، سالب 15، بعد كده سالب 8، بعد كده سالب 9. اليلو الاصفر سالب 91، ساتوريشن سالب 50، ليومينينس سالب 20. نخش بقى في اللون الاخضر. الاخضر ده انا لعبت فيه، خليت الهيو 73 زي ما انتوا شايفين هنا. لو فتحتها هتلاقوا لون السماء بتفتح شوية، وهنا نفس الفكرة. الساتوريشن انا عاملاها على 65، والليومينينس سالب 85. نخش في اللون الازرق، الهيو سالب 34، سوري سالب 43، الساتوريشن سالب 22، والليومينينس سالب 86. وزي ما انتوا شايفين برضو ممكن نغير في الدرجة. بصوا هنا مثلا نخلينها رمادي، لو فتحناها ازرق اخضر براحتكو زي ما انتوا شايفين كده، تمام. نخش بقى في اللون البنفسجي. هنخلي الهيو سالب 97، تمام. بصوا يعني هتلاقوا هنا مفيش اختلافات قوي،
في اللون البنفسجي، فدي حاجة ترجع لكم برضو. ساتوريشن 61، ليومنت 25. هندوس كلمة دن اخر واحدة، مش هنعمل فيها اي حاجة. هنخش بقى في المربع اللي جواه دورية. التكستشر هتبقى سالب 31. بصوا ركزوا، كل ما نعمل كده هتلاقوا الوش بينعم، كل ما بنعمل كده الوش ملامحه بتبان اكتر. فانا بخليها حاجة في الوسط كده، مثلا سالب 33، ما تبقاش ولا ناعمة قوي فيبان ان هو فيك، وما تبقاش صورة شكلها وحش. الكلاريتي هتبقى 9، بعد كده 30، بعد كده الحاجات دي بتبقى زي ما هي، ما بنغيرش فيها اي حاجة. تمام، بنيجي هنا عند سبيلت تون. زي ما انت شايفين اللي هو اللي تحت ده بنخليه 86 او 82 عادي، في الثمانينات يعني. وبعد كده بنيجي عند علامة المثلث دي، بنخلي اول خيار بيبقى اصلا اوريدي 10، الحاجات اللي بعد كده كلها بتبقى مظبوطة. بنيجي بس عند noise reduction هتبقى 11، تمام، والcolor noise reduction هتبقى 25. وبكده نكون خلصنا الفلتر بتاعنا والفلتر جاهز. هقول لكم برضو طريقة الحفظ عشان ناس كتير قوي بتسألني. بندوس على الثلاث نقط اللي فوق دي وبندوس كلمة create preset، وبنبدأ نكتب مثلا امل، اهو بندوس صح. تمام، ينام عشان انا كنت عامله نفس الاسم تاني. هنكتب 2 اهو كده، يكون البريسيت اتحفظ معانا في الفلاتر. وبس كده الفيديو خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا كملتوا الفيديو للاخر واستفدتوا، ومتنسوش تعملي لايك، ويلا باي.